صارت إساءة لاستخدام الأراضي اللي عندنا بحجة الاستثمار. شفت السكن كله صار في مركز بغداد، المولات في مركز بغداد، الفعاليات التجارية في مركز بغداد، وإحنا مع هذه نسبة النمو. ذاك اليوم احنا نتحدث عن الازدحامات والطرق اللي هي نفسها، فتخيل وضع الحياة في هذه المدينة. شكو متنفس أو شكو أرض عندك بعد ما مسموح أن نروح باتجاه استثمار، سكن تجاري غيره، تصاميم دراسة نحولها إلى متنفس. هذا ضفاف دجلة يعني على طول الخط. هذا في دول أخرى، في النيل في القاهرة أجمل مكان سياحي هو شاطئ النيل، المطاعم الجازينو. هاي شنو اللي هنا ما نحول هذه المنطقة عضفة يد؟ إذا كانت أراضي تابعة لكم وهي أغلبها تابعة لكم، هل يصير فيها مشروع؟ أراضي تابعة لا والله لوزارات لكذا، هم ما مسموح لهذه الوزارات إنه تخليها فد مرتع للنفايات وفد منظر يعني معيب على وسط العاصمة ونهر دجلة. بيصير فيها خطة متكاملة للقريعات وانت جاي عفرفتين لازم هذا الدور، وخلي ندخل القطاع الخاص مو كلها ريتها من عندكم. مقاطع تعال هذا سوي المطعم او الجازينو او كذا بالمواصفات اللي ريتها، مو يجيب لي هذا التشينكو والألمنيوم والتصاميم البائسة ويخليها عندنا. اليوم اكو تصاميم حديثة بسيطة غير مكلفة هم بالنسبة إليه، هو يفكر شنو؟ يفكر يسوي له فد موقع ويظل متواجد فيه. لا، احنا نريد الجمالية ونريد الاستخدام البسيط الأمثل اللي يقدم الخدمة لهذا الموقع الحيوي. هذا موقع العالم، دول العالم تحلم به. والله المستثمرين اجوا وقالوا اتمنى ناخذ لنا 1000 متر هنا حتى نحوله الى الصرع عمراني. ليش احنا ما عندنا؟ عندنا الحمد لله كفاءات مهندسين ممكن يسوون دراسه لهذه المواقع ويطلعون لنا فد نماذج ونقدر ننفذها بامكانياتنا، ايراداتكم، موازناتنا، قطاع خاص، حتى نعكس فد جماليه، نوفر فد متنفس وخدمه للمواطنين في هذه العاصمه. مشاريع مثل الانفاق اللي اقريناها مجسرات وكذا راح يصير بها فد وضع يعني زخم مروري قد يساهم في الاختناقات يزيد غيرات مع الشركه تهيئون الطرق البديله من هسه درسوها. هو ملزم ابو الشركه ينفذ طرق بديله، مو طرق بديله هيك مجرد تحويله، لا يبلطها ويكملها. وهذا قاعد نتحدث عن عاصمه جناب السيد الامين، مرور كهرباء تقعدون تناقشون هذه التعارضات وبعدين يعد كشف جديد.